تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربية، النموذج الثالث. سنقوم بحله معا. لدينا السند، نقوم بقراءته. سافرت سهام مع عائلتها إلى الريف لقضاء العطلة، فأبهرها جماله ومناظره الجميلة والخلابة. فقالت لأبيها: أنا أحب الريف لأن الحياة فيه هادئة والهواء نقي والأشجار كثيرة ومثمرة، والبيوت هنا قليلة ومتباعدة عن بعضها البعض. إذا نشرح السند. سافرت سهام مع عائلتها إلى الريف لقضاء العطلة. سهام ذهبت مع العائلة إلى الريف في العطلة. فأبهرها جماله ومناظره الجميلة والخلابة. إذا سهام أعجبت بالريف لمناظره الجميلة. فقالت لأبيها، قالت سهام لأبيها: أنا أحب الريف. قالت أنها تحب الريف. لماذا تحب الريف سهام؟ لأن الحياة فيه هادئة والهواء نقي. الهواء الريف نقي والحياة في الريف هادئة. والأشجار كثيرة ومثمرة، كذلك موجودة في الريف. والبيوت في الريف قليلة ومتباعدة عن بعضها البعض. لهذه الأسباب سهام تحب الريف. ننتقل إلى الأسئلة. البناء الفكري، كل هذه الأسئلة متعلقة بالسند. إجابة نبحث عنها من السند. 1. ضع سطرا تحت العنوان المناسب للسند. الدخول المدرسي، جولة في الريف. لدينا عنوانان، نختار العنوان المناسب للسند. هذا كله سند. إذا مناسب، أحسنتم، جولة في الريف. السند يتحدث عن جولة في الريف، لا يتحدث عن الدخول المدرسي. إذا المطلوب سطرا تحت العنوان. هذا سطرا تحت العنوان. نواصل. ماذا نجد في الريف؟ إذا ماذا نجد في الريف؟ دائما نبحث في السند. سافرت سهام مع عائلتها إلى الريف لقضاء العطلة، فأبهرها جماله ومناظره الجميلة والخلابة. هنا بصفة عامة، ماذا أعجبها في الريف؟ فقالت لأبيها، نبحث عن ماذا نجد في الريف. أنا لأبيها: أنا أحب الريف لأن الحياة فيه هادئة. هادئة، إذا نجد في الريف الحياة فيه هادئة. كذلك الهواء نقي، كلها موجودة في الريف. الأشجار كثيرة ومثمرة، موجودة في الريف. والبيوت قليلة ومتباعدة عن بعضها البعض، كلها موجودة في الريف. إذا ماذا نجد في الريف؟ مطلوب 4، نكتب 4. نجد في الريف الحياة هادئة. الحياة هادئة. ثانيا، ماذا نجد في الريف؟ الهواء نقي. الهواء نقي. كذلك ثلاثة، نجد في الريف الأشجار كثيرة ومثمرة. الأشجار في الريف كثيرة ومثمرة. رابعا، نجد كذلك في الريف البيوت قليلة ومتباعدة عن بعضها البعض. البيوت قليلة ومتباعدة عن بعضها البعض. يمكن نكتب فقط البيوت قليلة، نضيف ومتباعدة عن بعضها البعض. إذا المطلوب ماذا نجد في الريف؟ نجد في الريف الحياة هادئة، الهواء نقي، الأشجار كثيرة ومثمرة، والبيوت قليلة ومتباعدة عن بعضها البعض، كلها موجودة في الريف. نواصل. البناء اللغوي، املأ الفراغ ب، هاتان باكرا هل لم. هاتان باكرا هل لم. في الفراغ، لدينا الفراغ. في يوم الدخول المدرسي استيقظ الأطفال،
أحسنتم، كيف استيقظ الأطفال باكرا؟ اكتب باكرا. واصل. تلميذتان مجتهدتان، مثنى اثنان، تلميذتان مجتهدتان. أحسنتم، هاتان تلميذتان مجتهدتان، هاتان تلميذتان مجتهدتان. واصل. سنذهب إلى الحفلة يا أبي، علامة استفهام معناها سؤال. سنذهب إلى الحفلة يا أبي، سؤال جيد. هل دائما علامة استفهام سؤال، هل سنذهب إلى الحفلة يا أبي؟ تترك البنات ولا حبة زيتون مرمية على الأرض. لم تترك البنات. إذا وضعنا الكلمات في الفراغ، نراجع. في يوم الدخول المدرسة استيقظ الأطفال باكرا. هاتان التلميذتان مجتهدتان. هل سنذهب إلى الحفلة يا أبي؟ جملة استفهامية. لم تترك البنات ولا حبة زيتون مرمية على الأرض. نواصل. استخرج من السند، إذا دائما نذهب إلى السند. ماذا نستخرج من السند؟ حرف جر، اسم مجرور، فعل، وضمير. دائما من السند. إذا حرف الجر، حروف الجر هي، نراجع، هي من، في، إلى، على، عن، بي، لي، كلها حروف الجر. نراجع، من، في، إلى، على، عن، بي، لي، كلها حروف الجر. إذا نبحث عن واحدة منها من السند، نبحث عن حروف الجر، من، في، إلى، على، عن. سافرت سهام مع عائلتها إلى، أحسنتم، حرف جر، لا حروف جر، هي من، في، إلى، على، إلى حرف جر. نبحث عن ثانية. ريف لقضاء العطلة فأبهرها جماله ومناظره الجميلة والخلابة، فقالت لأبيها: أنا أحب الريف لأن الحياة فيه هادئة والهواء نقي والأشجار كثيرة ومثمرة والبيوت هنا قليلة ومتباعدة متباعدة عن بعضها البعض. إذا وجدنا حروف الجر إلى عن، حروف الجر إلى عن، نختار واحد منها، نختار إلى، اكتب إلى. مطلوب دائما من السند اسم مجرور، اسم مجرور هو الاسم الذي يأتي بعد حرف الجر مباشرة. إذا من السند أين الحرف الجر؟ ها هو حرف الجر، هذا اسم مجرور دائما معه، حرف جر اسم مجرور، حرف جر اسم مجرور. إذا الاسم المجرور هو الريفي بعضها أو بعضي. إذا نختار الريفي، اسم مجرور هو الريفي، دائما يأتي وراء الحرف جر. المطلوب فعل، نبحث دائما من السند، نبحث عن فعل. اختر. سافرت، فعل، سافرت سهام مع عائلتها إلى الريف لقضاء العطلة فأبهرها جماله ومناظره الجميلة والخلابة، فقالت، قالت كذلك فعل، قالت هي، قالت هي سافرت لأبيها: أنا أحب، فعل. إذا وجدنا ثلاث أفعال، سافرت، هي سافرت، هي قالت، وأنا أحب. أكتب، نختار أحب. إذا استخرجنا من السند حرف جر اسم مجرور، استخرجنا فعل، المطلوب الضمير، الضمير هو أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن، كلها ضمائر. نبحث عن واحدة من النص. سافرت سهام مع عائلتها إلى الريف لقضاء العطلة فأبهرها جماله ومناظره الجميلة والخلابة، فقالت لأبيها: أنا، إذا أنا هو ضمائر، أنا هو ضمائر.
إذا نختار الضمير هو أنا، الضمائر هي أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. نختار واحد، وجدنا أنا. إذا نكتب الضمير أنا. إذا الحفوجة قلنا أنه من، في، إلى، على، عن، بي، وجدنا إلى. اسم مجرور مباشرة بعد الحفوجة نكتبه، الفعل أحب، والضمير أنا. نواصل. أكمل الجمل حسب المثال. إذا الجمل، أنت جمعت الزيتون، نحن، أنتن. أنت جمعت الزيتون، أنت جمعت الزيتون، نحن، أحسنتم، جمعنا الزيتون. جمعنا الزيتون. نحن جمعنا الزيتون، أنتن، أحسنتم، جمعتن. جمعتن الزيتون. إذا أنت جمعت، أنت جمعتي، أنتما جمعتما، نحن جمعنا، أنتم جمعتم، أنتن جمعتن. واصل. أنت ترتب أدواتك، أنت، أحسنتم، ترتبين أدواتك. ترتبين أدواتك. أنت ترتب أدواتك، أنت ترتبين أدواتك، أنتما ترتبان أدواتكما، أنتم ترتبون. جيد. ترتبون أدواتكم. إذن أنت ترتب أدواتك، أنت ترتبين أدواتك، أنتم ترتبون أدواتكم. نواصل وضع الإدماجية. رتب الجمل لتحصل على فقرة. كان لدينا جمل نرتبها 1 2 3 4 لتحصل على فقرة. نقرأ الجمل. ثم تجمع حبات الزيتون في صناديق. يقطف الفلاح الزيتون من الأشجار. يغسل الزيتون ويعصر في المعصرة. فنتحصل على زيت الزيتون صاف ومفيد للصحة. إذن الجمل تتحدث عن شني الزيتون. إذن ما هي العملية الأولى التي يقوم بها الفلاح؟ أحسنتم، يقطف الفلاح الزيتون من الأشجار. إذن قطف الفلاح الزيتون من الأشجار، ثم ماذا يفعل؟ أحسنتم، يجمع حبات الزيتون في صناديق. يقطف الفلاح الزيتون يجمعه في صناديق. ثم هل نتحصل مباشرة على زيت الزيتون أم يغسل ويعصر؟ أحسنتم، يغسل الزيتون ويعصر، وفي الأخير نتحصل على زيت الزيتون صاف ومفيد للصحة. إذا نراجع. يقطف الفلاح الزيتون من الأشجار، ثم تجمع حبات الزيتون في صناديق. يغسل الزيتون ويعصر في المعصرة، فنتحصل على زيت الزيتون صاف ومفيد للصحة. إذا يقطف الفلاح الزيتون من الشجرة، ثم يجمع الزيتون في الصناديق، يغسل الزيتون ويعصر، فنتحصل على زيت الزيتون وهو مفيد للصحة. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.